ندبات، الندبات ومشاكلها بقى الكتير. يعني دلوقتي لو حاجة نتيجة حرق أو نتيجة تعويرة معينة أو مشكلة معينة حصلت في البشرة، دي بنتعامل معها إزاي؟ بصي، الندبات أنواع كتير جدا، صعب إن أنا أقعد أتكلم على كل الأنواع، بس علشان الندبات ما تقعدش معانا فترة طويلة وما تسيبش أثر، رقم واحد الاهتمام بالجرح. يعني رقم واحد علشان اصلا الجرح بعد كده نعالج الاثر بتاعه كويس، اول حاجه الاهتمام بالجرح. لو حرق يبقى لازم نراجع على طول طبيب الجلديه او التجميل او الاطباء المتخصصين بالحروق، علشان لو اتعالج غلط الاثر بتاعه هيبقى صعب جدا في علاجه. لو اثر جراحه، الخياطه مهمه جدا بالنسبه لنا، لانه في خياطات جراحه تجميليه وفي خياطات عاديه. العاديه بتسيب اثر أسوأ، وارجوكم لما يبقى في جرح محتاج خياطه لازم نخيطه. بالنسبه بقى للندبات، هي مش ندبات بس، اللي هي السكارز بتاعه الحبوب دي بتبقى السبب الرئيسي بتاعها ان احنا بنلعب في الحبوب او الحبوب الشديده اللي ما بتتعالجش صح من الاول. فده مهم جدا بالنسبه لنا انها تتعالج من الاول خالص صح، وياخدوا الادويه بتاعتهم صح علشان نتجنب حدوثها. يعني كل ما كان بدري ان انا الحق العلاج كل ما كان افضل. طبعا طبعا في الاول بيبقى احسن بكتير. لما الندبه بتحصل بقى، على حسب المرحله اللي هو هيجي لي فيها بنبدا نحدد له بروتوكول العلاج، لان بروتوكولات العلاج بالنسبه لنا لكل انواع الجروح بروتوكولات مختلفه، كل حاله ليها البروتوكول بتاعها. تمام. طب انما لو قلنا بقى لو حد بقاله سنين، يعني لو عدى عليها سنين، الجرح ده عدى عليه سنين، اتعامل معاها ازاي؟ هل خلاص مستحيل تتعالج؟ لا، هو مش مستحيل، بس كل ما الجرح كان اقدم، توقعنا في علاج الجرح وتجميل الجرح بيكون نسبته اقل. اوكي، بمعنى انه ما يبقاش جرح احنا اهملناه من الاول خالص وساب سكار تيشو، او اللي هو عمل حاجه زي الكلويد والهايبرتروفيك سكار اللي هي بتبقى الجروح المنتفخه فوق سطح الجلد، ومنتظرين مننا ان هي لما تتعالج في جلسه او في جلستين بالكتير تبقى الجلد يرجع زي ما كان. ده صعب جدا تحقيقه، يعني لازم متابعه من الاول، بنبقى فاهمين بنبقى عارفين ان هي هتاخد جلسات كتير وعايز نفس شويه معانا، وعارفين انه نسبه التحسن بتاع الجرح معتمد اعتماد تام على عدد الجلسات وطولة بالك معانا. يعني نقدر نقول ان نقدر نلحقها في الاخر. يعني مش مستحيل. لا، مش مستحيل، بس ما يبقاش توقعاتنا انه الجرح بقى قديم قوي فاحنا هنرجع جلد زي ما كان. لا.